احنا ايه رايكم؟ احنا جهزنا تقرير يعني بيتكلم عن البطوله ورحلتكم كمان مع البطوله. اعزائي المشاهدين احنا جهزنا تقرير يمكن هيلخص لكم القصه ايه واللي حصل في البطوله. خلينا نشوف التقرير واجي لحضراتكم تاني. توج المنتخب الوطني لناشئات كرة السلة تحت 18 سنة بقيادة مديره الفني شريف عزبي بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخ الفراعنة بعد التتويج باللقب الأول عام 2010، وحصدت شابات مصر اللقب بعد فوزهن على منتخب مالي في النهائي بنتيجة 68-63 في اللقاء الذي أقيم على صالة رقم 3 باستاد القاهرة الدولي. واستضافت المحروسة البطولة خلال الفترة من 3 حتى 9 ديسمبر الجاري، وشارك فيها 3 منتخبات وهم مصر، مالي، السنغال. وضمت قائمة الفراعنة في البطولة 3 لاعبات من النادي الأهلي وهن التوأم هالة وهاجر علي وآية الفقي، إضافة إلى وجود كابتن أحمد الجزار في الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني. وقدمت ناشئات منتخبنا الوطني ملحمة كبيرة بفوزهن على منتخب مالي والذي يمتلك العديد من اللاعبات المميزات ليصعد منتخبنا الوطني لكأس العالم المقبلة المقرر إقامتها صيف 2021. نجحت نجمة القلعة الحمراء هاجر علي في الفوز بجائزة أفضل صانعة ألعاب في البطولة القارية، وهو ما يؤكد على ريادة النسر الأهلوي في القارة الإفريقية ويشير إلى قدرتنا على المنافسة على كافة الألقاب خلال الفترة المقبلة ليمتلك الثلاثي الخبرات اللازمة والتي ستؤهلهن لمساعدة الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة كابتن علي هاشم المدير الفني للفريق في كافة الأحداث والبطولات المقبلة.